هلا عمتي. هلا يمه. شنو ما خلصوا؟ وين يخلصونا؟ شوفت عينك ناس داخله وناس طالعه يحكون انجليزي ما اعرف ارد عليهم. يا ربي شنو هذا بعد؟ اكل من امي. تبي قصتها حق نجله، وديت لها حليب قالت ودي حق نجله. جزاها الله خير ما قصرت. بيض الله وجهها بنت الياويد. ان شاء الله ما فيها الا واي. يمه هو حسين الحبيب. يمه نجله حليمه نجله يما بنيتي. ان شاء الله ما فيها الا العفو. حسين شنو فيها؟ اهدي عمتي اهدي. حليمه نجله يما بنيتي نجله يما. ايش فيك ساكت؟ قول شيء. ايش اقول؟ قول اللي بقلبك. اقول اتغشيتيني حالي حال هالحريم اللي يونج. ايا خايب انا امك. رحم الله والديك. ما تبي مصلحة ولدها. انا اكثر واحدة في الدنيا تعرف مصلحتك، واللي سويته اليوم أمنت في سنينك الجاية. أراك أدمتيهم. كنت أشتغل طول هالوقت عند مشاري عشان يجمع المهر راسي. احتفظ بالمهر، احتفظ فيه حق بنت الحلال اللي بتزوجها. لا بنت حلال ولا قالها الله. لا تتزوج تتزوج اللي ترفعنا بعد. مصلحتك يما. مصلحتي؟ ايه مصلحتك. من مات ابوي تقلب البيت مزار حق الطبوب والسحور. اي مصلحة. ربيتك وكبرتك واخرتها هذه ذاتي. اخذي كل اللي اعطيتيني اياه. لا تمنين علي. والمراد هاسي خذت مشاري. انت امي ولا عرفت. على راحتك. في كل شيء في وايد ناس. شفت البيت هذا يا يمه؟ كان في وايد ناس، وكان في خدم وعشم، وكان ما في شيء يصير بالفريج إلا يجون يقولون حكومة فوزية عروس وطقطقة. بس يا يمه كل زمن ولا وقته، والحين وقت خيرنا. احنا فقارة. اللي معاه رب العالمين مو فقير. عشان كذي أبيك تكبر وتدرس تتعلم وتشتغل ويصير عندك خير وايد. ويصير كبير بديلك بيت كبير. شنو بتحط لي بالبيت؟ كل شيء. ربي لا يحرمني. أنا ما أفهم شلون اللقمة توصل لي حلجي وتروح مني. إذا جاية تقولي لي مبروك لا تقولينها يما. بعد نجاة ما لنا كلام. الله نجاة 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 نجاة.
يما من مشاري أنا ما أعرفه. أنا أعرف ريال واحد بحياتي بس من وانا صغيرة. هادي يما هادي. يا يما في بيتنا سر ونجاة تعرفه. لا تبطلين الدبات المسكرة. قوليها يما نطقيها أبي أسمعها منك شنو السر. قولي المقدر ما منا مفر. تزوجي يا بنيتي. قولي تم وريحين. نجاة تقول إن مشاري مثل ولدها. مثل ولدها. اسمعين نفسك ما سألتي نفسك هي ليش ما تبي تزوجني ولدها وتبي تزوجني اللي مثل ولدها. ها ليش؟ قلت لك يا يمه ما لازم يطلع السر برا وإلا ما في بيت راح يلفيت. وهادي بينكسر قلبه بعدين بيتعلم. أنا من يجبر قلبي يمه أنا من يجبر قلبي يمه أنا بني آدم وأحس. أنا ليش أتحمل غلطتك لأنك أنت تزوجتي اللي أنت تحبينه. قلبي طاح راح أضيع قلبكم كلها ماي كلها. يا خلاك بيشاف والفيه وعرف يا خاله. استغفر الله يا الخاله بيشاف والفيه وعرف طلع خاين ذا ما عنده هوف. طلع خاين ذا ما عنده هوف. يا الخلق ويشاف والفي وعرفة. يا أهل الخلق انشاف والفي وعرفة. طلع خاين ذات ما عنده وفا. يا أهل الخلق ألامك خايف؟ مو خايف صوتك خايس. تعال بيك تعبان من أصبح هفلح. قلت تعال هبيك. صيدك انت الحين تشوف. وش اللي لازم اشوف؟ افا من هذول. تحسب اني ماني بلاقيك؟ سويتها؟ تمشي معانا بسكات ما اسمع لك حس. وفلاح هذا كان قصدي اذبح ولدك وهو طلع لي نص الليل. ليه انحشت؟ كنت بتصدقني ياسين جزاه الله خير لما عرف اني ادور عليك جابك لي. لا تطالعني وفلاح له حق ويا اليوم اللي أرد للجميع. وإن ما يتبعك أنا في يوم من الأيام
طببت جروحك. لا تظن ان طيبتي ما لها حدود. يلا امشي امشي. انا اقول روح. رحت بموت وان قعدت بتموت، يعني ميت ميت. اذكرها، ابخش عليك يا سين، هذا اللي انا ابي. خذوه امشي قدام. يلا تحرك. انت متأكد؟ ايه متأكد. هتبي تاخذ حقك اللي لك فيه من سنين؟ انا عطيتك الامان وولدي مات. الله أعطاك يومين يومين، وإن ما جيت غازي بيموت وجيفته تاكلها الأرض.